الشأن الدولي، قالت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل خلال زيارة لمعهد روبرت كوخ إنه لن يكون هناك لقاحا إجباريا في ألمانيا على غرار فرنسا. كان معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض أعلن اليوم الثلاثاء أن 43% من السكان في ألمانيا تلقوا حتى الآن تطعيما كاملا ضد كورونا. هذا وذكر المعهد أن 48 مليون و 800 ألف شخص في ألمانيا تلقوا جرعة أولى على الأقل من لقاح مضاد لكورونا حتى الآن، بينما نحو 53 مليونا و 800 ألف منهم تطعيما كاملا من جرعتين. تفاصيل أكثر كالعادة بينقلها إلينا الزميل عربي مرزوق من برلين، معنا الآن عبر الهاتف مراسل أكسترا نيوز. عربي، أهلا بك بداية معنا في هذه الجولة. ماذا في التفاصيل فيما يتعلق بمسألة الإلزامية اللي طرحتها المستشارة الألمانية أنجلا ميركل؟ هي قالت أنه لن يكون هناك إجبار على أخذ اللقاح على غرار فرنسا. ماذا في تفاصيل هذه الجزئية وتفاصيل الوضع الوبائي بشكل عام؟ المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بصحبة رئيس الوزراء الألماني يانس شبان توجه صباح اليوم إلى معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية هنا في برلين حتى يدلوا بتصريحات للصحافة التي تساءلت منذ مساء الأمس عن إمكانية أن تفرض ألمانيا تطعيمات إجبارية على بعض القطاعات في الدولة مثلما فعلت فرنسا أو مثلما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحديدا مساء أمس عن إجبار فرض التطعيم عن العاملين في القطاعات الصحية. كانت هناك نداءات من بعض السياسيين او مطالبات من بعض السياسيين الالمان ايمان على فرض التطعيمات على العاملين في قطاع التعليم ورياض الاطفال تحديدا لانهم يتعاملون مع الاطفال بشكل خاص تحت 12 سنه خاصه المدارس الابتدائيه للحفاظ على صحه الاطفال لان لا يوجد تطعيم حتى الان للاطفال تحت 12 سنه. ولكن المستشاره الالمانيه خرجت صباح اليوم وقالت لن يكون هناك اي تطعيم اجباري لاي فئه في ألمانيا بشكل عام سواء داخل فئات العاملين في قطاع التعليم أو حتى العاملين في قطاعات الصحية أو في أي قطاع حكومي بشكل عام. التطعيم سيظل اختياريا كما أعلنت الحكومة الألمانية منذ العام الماضي، ولكن المستشارة الألمانية أشارت لأمر جديد غاية في الأهمية إيمان، وهو أن ربما من لم يحصل على أي لقاح مضاد لفيروس كورونا سوف يدفع ثمن فحوصات بي سي ار في المستقبل عندما يكون هناك انسان يشعر باي اعراض اي اعراض خاصه ربما يكون مصاب يتوجه للطبيب. هذا الفحص تدفعه الحكومه الالمانيه حتى الان، في المستقبل سوف يقوم هذا الشخص ربما بدفع لانه امتنع عن تطعيم في الاساس. نعم عربي، انا بشكرك جزيل الشكر، كنت اريد ان اعرف مساله الالزاميه. عربي مرزوق مراسل اكسترا نيوز في المانيا، اشكرك جزيل الشكر.